انا عايز اقول كلمه لكل الجماهير اللي بتتابعنا، كابتن مصطفى، كابتن جمال، في الافتتاحيه الثانيه لقناه الزمالك قبل لقاء القمه بعد غد ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه بعيده عن التحليل، بعيده عن مين النجوم هنا ومين النجوم هنا، التكتيك هنا والتكتيك هنا، مين نجوم المباراه هنا ومين نجوم المباراه، تقول ايه قبل قمه يوم الاحد القادم لغايه ما نتقابل بكره ان شاء الله؟ اقول ماتش بثلاثه بونت زي كل الماتشات، لكن ماتشات القمه دايما لها رونق اخر رغم ظروف الفرقتين الغير موفقين الاثنين في الفتره اللي فاتت او الاداء الغير جيد، لكن في الاخر مكسب وخساره وماتش بثلاثه بونت. المهم احنا يعني انا بتكلم دلوقتي على النادي الاهلي، ميزه النادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه ان احنا بنلعب على هدف مش بنلعب على ماتش. فاحنا هدفنا بطوله وليس مباراه. بطوله وليست مباراه. وليس مباراه. لكن مباراه القمه. مباراه القمه ملهاش حسابات. خالص. ملهاش حسابات، بيبقى التوفيق وعدم التوفيق في المباراه، واحنا عندنا مشكله في لاعبتنا ان لاعبتنا مفيش مستوى ثابت. حالة اللعيب يوم المباراة هي دي اللي بتفرق. بتتكلم على مستوى اللاعبين كلهم. بغض النظر عن النادي ايه بالظبط. احنا احنا يعني لعيبتنا حسب حالة اللعيب يوم المباراة واستيعابه لكلام المدرب وفهمه للملعب وقرايته للملعب، لان مهمة المدرب بتنتهي اول لما الحكم بيصفر. احنا ما بنسمعش حاجة من بره. اهو سأله ما بنسمعش خالص خالص. وبعدين الملعب فيه متغيرات كتير، انت بقى امكانياتك كلاعب بتبص بتقرا بتشوف بتحرك لاعبتك، ودي كانت مهمتي. يعني القياده داخل الملعب، القياده من تحت، انك انت الفرقه كلها قدامك، فانت شايف افضل من سنتر فورورد، من افضل من نص الملعب. فالحقيقه دايما دايما بقول الكلمه دي، واللي علمني ده كابتن حسن حمدي. فماتش بكره واللي هيستغل الفرص هو اللي هيكسب.